ودخلت على امازون. مرحبا، كيف حالكم؟ انتوا جماعه بتخزوا؟ انتوا ما وصلنا من عندكم الباكج كامل؟ انتوا 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 بتعرفوا المخ العربي والمخ الاردني تحديدا لما يطلع سلامتك. قلت انه لا، رنوا علي. شفت انه لازم يرنوا علي اذا كنت في امريكا، مش في اي مكان ثاني، في كم دوله او في كم ولايه محددين بيرنوا عليك. غير هيك زي التوتو على الشات. دخلت على الشات، مرحبا وريو جايز، ما وصلتني الباكج كامل. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسم مصطفى وجي توكس وفيديو كامل. اليوم قررت اني انا ما استخدم الكاميرا ال 6 دي مارك 2 اللي بستخدمها دائما، ولا اللينس ولا الميكروفون رود ولا اي حاجه. اليوم قررت اني استخدم الايفون 12 برو مع سماعات الايربودز برو لحتى اشوف فرق الكواليتي تبع الفيديو والصوت عن الاشياء اللي كنت بعملها، واشوف هل كانت مستاهله اصلا الدفع اللي بدفعه على البلاوي الزرقاء الثانيه. اليوم بدي احكي لك عن شغلة كانت مسنج في الفيديو تبع المايكروسوفت سيرفس برو، اللي وقت ما لقيت انها هي ما وصلت مع الباكج اللي انا كنت شاريها عشان اصلا اضبط الاكسسوارز تبع المايكروسوفت سيرفس ما اجت، وانصدمت وخف عقلي. ففتحت هيك الكيوت هاد الامور صراحة ابن عالم وناس كثير طلع، ودخلت على امازون. مرحبا، كيف حالكم؟ انتوا جماعة بتخزوا؟ انتوا ما وصلنا من عندكم الباكج كامل؟ انتوا 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 بتعرفوا المخ العربي والمخ الاردني تحديدا لما يطلع سلامتك. طلعت بحكي مع الكمبيوتر اصلا، طلع اوتوماتيك سيستم. المهم لحد ما ردوا علي، بيعطوك خيارات في امازون، بيحكوا لك اوكي انت عم تتواصل معنا، بدك تدخل عن طريق الشات ولا بدك اياني ارن عليك؟ فانا طبعا عشان في شغلي طلبت انه لا، رنوا علي. شفت انه لازم ارنوا علي اذا كنت في امريكا، مش في اي مكان ثاني، في كم دوله او في كم ولايه محددين بيرنوا عليك. غير هيك زي التوتو على الشات. دخلت على الشات، مرحبا وريو جايز، ما وصلتني الباكج كامله. اوكي فاين، اي ويل سي هاو اي كان هيلب يو. طبعا المخ العربي قبل ما هي سيز اصلا هاو هي كان هيلب يو بلش انت لا كيف بدي بدلها، بدي بعت اصبر على حالك شوي. طيب مرحبا كيف حالك؟ خلص اوكي بنبعث لك بدالها. شو اللي راح يبعث لي بدالها؟ هي هاي الباكج. طبعا ما رضيت افتحها عشان اشوف اذا موجود فيها، فقلت بنصدم في الفيديو. اذا فتحت ولقيت شو كان الاس دي كارد اللي مسنج من الباكج الماضي، والله لسه الباكج الماضي هيو لسه ما شلته. كان جايني هذا الباكج وكان فيه الادابتر اللي هو اي ثينك 5 ان 1 او 6 ان 1 ناسي كم ان 1 مداخل، عشان هذا ما في كثير يو اس بي بورتس. كان جايب هذا الباكج وكنت طالب معاه الكيبل تبع الشحن اللي بيمشي من يو اس بي سي لشاحن المايكروسوفت برو، وكنت طالب المايكرو اس دي اللي 1 تيرا الاكستريم اللي هي سرعتها منيحه والى اخره، وما كانت اصله. فبس حكيت مع امازون، مرحبا كيف حالكم؟ ما وصلني الباكج. اوكي مرحبا كيف حالك؟ نبعث لك الباكج. بيوصلك بين 10 ل 24/12. لا كيف يوصلني من 4 من 10 ل 24/12 هيك انت متاخر علي؟ قال لا هذا الرينج احنا بنوصل لك اياه قبل. فعلا وصلني ب 15/12 within 5 days. خلينا نفتحها وان شاء الله انها تكون موجوده. وهيك الحمد لله كل الاس دي كارد موجوده، والاوردر حاطين لك عليه انه زيرو. اي دون نو اذا في الايفون الكاميرا ببين، بس هي زيرو على الايفون. وكاتبين لك انه ساندسك 1 تيرا بايت اكستريم مايكرو اس دي اكس سي يو اتش اس داش 1 او اي ما بعرف، ميموري كارد وذ ادابتر سي 10 يو 3 في 30 4K اي 2 مايكرو اس دي غسالات ثلاجات للبيع اس دي اس كيو اكس اي 1-1T00-GN6MA. فانا قراته كامل عشان اللي بده يشتري هذا البرودكت، وهيها اذا بتبين ما بعرف. اني هاو، والاوردر الكوست تبعه زيرو، وريتيرن اور ريبليس يور ايتم فيزيت amazon.com/returns. المهم هذه الاموره بيحرق حريشها من اغلاها. هلا بدي افتحها بس عشان تعرفوا قديش السايز تبعها المايكرو اس دي هاي. المهم هذه هي المايكرو اس دي. طبعا هذا ما تفكروا انه هذا الحجم الكبير هي المايكرو اس دي، لا هذا الادابتر اللي بيقرا المايكرو اس دي. هلا احكي لكم ليش بحكي عن الحجم لهالدرجه. هيك نعمل هيك. انا كميه الادابترز اللي صارت عندي اكثر من كميه كاسات المويه اللي في البيت. المهم هاي الاموره ساندسك اكستريم 1 تيرا بايت او 1 تيرا بايت. حكيت لكم في فيديو قبل هيك انا بحب احكي بايت، بحب اعوض ما بعرف ليش. المهم
هذه حرك حريشها حقها $450 السعر الأصلي، $400 هاي 400 دولار. طبعا أنا لأني زلمة محظوظ للغاية 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 شريتها على البلاك فرايداي وطلع حقها $180 بس. $180 هو أقل سعر ممكن تحصل فيه هاي المايكرو اس دي على مر التاريخ تبع البيع تبعها، واللي هو بتقدر تشوفه عن طريق ويب سايت اسمه كامل.com. يس جمل.com. وهاي هي المايكرو اس دي. بصراحة بعد ما اشتريتها اليوم وصلتني، اليوم بعثت لهم قلت لهم انه كيف مش موجودة، دخلت على الامازون لقيت سعرها $350 او $385، فهي بس it's a matter of انه انا لو اني تأخرت في الاوردر كان ما قدرت الحق $180 في نفس اليوم علي سعرها او بعد يومين ثلاثة علي سعرها. وانت تنحط في المايكروسوفت سيرفس برو، لما تفتح المايكروسوفت تبعك بيكون هيك، ففي الباك في ظهره تفتح هذا الباب، تفتح هذا الباب في هون هيك مدخل، هذا المدخل انا ما كنت عارفه موجود باي ذا واي. المهم تمسك هذه الاموره تصير زي الموبايل يعني، وتحطها بهذا المكان وهيك تصير عندك بدل المكان 256 صار 1 تيرا و256، زي كانك ركبت هارد ديسك. ما كنت بعرف انه في مايكرو اس دي الحجم تبعها 1 تيرا كامله. راح استخدمها بصراحة. احنا يجولي بنعاني من موضوع سرعة الترانسفير تبع الدوكيومنتس، انت بدك تعمل كوبي تعمل ريد منها تعمل رايت عليها، فاحنا راح استخدمها. انا جبت اسرع المفروض انها اسرع مايكرو اس دي كارد اسمها سان ديسك اكستريم. لازم تقرأ انا موجود عليها كلمة اكستريم، ان شاء الله انها تطلع سريعة لانها صراحة غالية، ولانه مرتين لما طلبتها لحد ما توصلني، يعني عشان بس تكون مستاهلة تعب. هذا الفيديو تم تصويره بتاريخ 17/12 يا معلم، ان شاء الله لما اجربها واشوف كيف الوضع اخبركم في فيديو ثاني. واذا لقيت انه المايكرو شو المايكروفون، اذا لقيت انه الايفون 12 برو التصوير تبعه منيح، هو واضح انه التصوير تبعه منيح والصوت تبع الايربود برو منيح، راح صار استخدمهم دائما واحلق الكاميرا والمسكين هذا الرود اللي انا جبته. الصراحة الكواليتي تبع الفوكس والمش فوكس والانفوكس والاوت فوكس والاشياء اللي وراي اللي كلها مبينة، هاي انا مش حاببها في الايفون برو. راح اشوف اذا في سيتنجز راح تعطيني ابيليتي ان انا اعمل كمية العزل او الايزوليشن او الان اند اوت فوكس اللي موجودة في الكاميرا مع اللينس البرايم اللي انا يوجوالي بستخدم. شو اسمها هاي؟ كانون 6D مارك 2 و اللينس اللي بحطها عليها لما تكون في عزل كبير هيك وتحسوني قريب على الكاميرا، واستخدم البرايم لينس 50mm 1.4 I think الابرتشر، فهاي اللي بستخدمها. ومن هون لأشوف شو اللي راح أعمله. سلام.